المؤلفات؟ والله يعني رسالة الماجستير والدكتوراه. الماجستير كان في كتاب الحدود من صحيح البخاري، شرح من الملقن، وفي الدكتوراه كانت أجوبة ابن القيم على الحديث التي ظاهرها التعارض في العقيدة والطهارة والصلاة، مجلدين، هذا في مجلد وهذا في مجلدين، ما شاء الله. وأيضا في طبعات، هذه مطبوعة، يعني الماجستير ما طبع لأنه كان يستلزم طباعتها كلها، أيوة، لكن رأيت إن شاء الله إني أطبعها لأنها في يعني كتاب الحدود خاصة يعني، واجتهدت في ذيك الأيام يعني كنت شيء في عندي شيء من التفرغ، ما شاء الله، أيوة، فإن شاء الله إنه يطبع لوحده، ما شاء الله يسلمك، أيوة بإذن الله. ورأيت بعض الإخوان طبع يعني كل عمل، أيوة كل عمل له طبع بانفراد. كتبت في ألم المعروف النهي عن المنكر في ضوء السنة، ما شاء الله، أيوة، كتيب نحو 100 صفحة، وأيضا الأحاديث، حديث الاستحاضة جمع ودراسة حديثية وفقهية، وكذلك رسالة لطيفة سميتها منهج البخاري في نقد الغلو، ما شاء الله، نعم، وهي تتعلق بالأبواب التي نص فيها على أو يعني ذكر فيها نماذج من الغلو، يعني كانت تقريبا 9 أبواب ويعني مجموعة من الأحاديث، وأيضا تقريبا حول 80 صفحة تقريبا، ما شاء الله. تكفير الحسنات للسيئات، نعم، يعني هذه الكتب، الله يجزاك خير، ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم.